أما بالنسبة إن كان نتنياهو أو إن كان النتن الأكبر ترامب الذي انقلع إلى غير رجعة، قال لهم السيد الرئيس محمود عباس بالعربي العامية: يلعن أبوك على أبو صفقة القرن، فلعنة الله عليهم إلى يوم التاريخ. لن نطبع ولن نكون مع المطبعين، إن تحرير فلسطين هو واجب وطني وديني، وسنحررها من النهر إلى البحر شاء أم أبو. علم فلسطين ارتفع عاليا ترافقه التحية الكشفية: فلسطيننا، فلسطيننا، لن ننساك، لن ننساك، ولن نرضى وطنا سواك، ولن نرضى وطنا سواك. نشهد الله والتاريخ، نشهد الله والتاريخ، ونعاهدك، ونعاهدك على على أن نقتل دماءنا لاستردادك. عاشت فلسطين، عاشت فلسطين، وعشنا للعودة الظافرة، وعشنا للعودة الظافرة. كشاف بشكل عام هو فئات عمرية من عمر 8 سنين لعمر الكشاف للعمر فيش له حدود. نتبادل ومتوارث من عن الجيل القديم والجيل الجديد حبنا لفلسطين، وفائنا لفلسطين، دفاعنا عن فلسطين. وبدنا نأكد مقولة الرئيس الشهيد ياسر عرفات أن نحن الجيش الثاني لتحرير فلسطين إن شاء الله، وعلى الدرب سائرون.